ولقائنا الآن تنتظروه ونحن أيضا ننتظره مع الدكتورة آن زيتون اللي غابت عننا فترة، ولكن غيابها كان لأسباب جميلة وسبب حلو، وبيبي جديد. ألف شكر. ألف مبروك. الله ألف شكر. حضرتكم طبعا أنتم يعني دكتور زيتون أنتم عارفين كل حاجة عنها، وهي احنا بنعتبرها المستشار الإعلامي أو المستشار القانوني لهذا البرنامج، وبفادتنا كتير وبتفيد ناس كتير، ويعني هي بتحب تعمل خير بصرف النظر عن هي محامية محترفة وعلميا عندها أعلى شهادات، ومن فوردام يونيفرسيتي تخرجت دكتوراه من ميشيغان من لانسينج، من ويعني علميا على أعلى مستوى وحرفيا على أعلى مستوى، وهي بس عندها حب الخير أهم من ده كله. أنا برحب بيكي مرة تانية. ألف شكر يا محمد. إزاي حضرتك؟ والبيبي تمام؟ كويس الحمد لله. ده شغلي بقى التاني. ده شغلي طبعا التاني. ربنا يخليك. الله يخليك. إحنا دلوقتي في الموسم المهم لناس كتيرة قوي، وهو الفيزا لاتري. مظبوط. بدأ أنا ما أعتقد يوم 4 امبارح 4 أكتوبر. أكتوبر. وبينتهي إمتى؟ في 7 نوفمبر. طيب. فالشهر بالضبط الشهر اي واحد ممكن يدخل يعمل ابلكيشن عشان اللوتري. Yeah. طيب قبل ما نبدا في موضوع اللوتري، احنا بنشوف اعلانات في الجرائد سواء في الدول العربيه او في مصر او في حتى في امريكا احيانا، احصل على جرين كارد عن طريق اللوتري وادفع ابعت $100 ابعت $50. مظبوط. ايه صحه الكلام ده؟ هل الكلام ده ليجل؟ لا، هي اتس نوت ليجل. وفي حصل في كام سنة اللي فاتوا ان في سكامز كتيرة، وفي ناس كتيرة طبعا بياخدوا ادفانتج للسيركمستانس. عارفين ناس كتيرة مش عارفين السيستم، مش عارفين البروسيس عامل ازاي، فتلاقي ناس طبعا حرامية كتيرة بيقولك ادفع لي مبلغ هعملك الابليكيشن وهجيب لك كمان اللوتري. ففي ناس كتير طبعا ممكن يكون بياخدها، والمبرر عنده ان هو بيملى الابلكيشن ناس كتير مش عارفين الابلكيشن بروسيس. اولا بتبقى اونلاين، مفيش ورق، هي بتبقى كلها اونلاين. طيب نبتدي ازاي بقى؟ انا دلوقتي واحد ما عنديش اي فكره عن الموضوع بتاع اللوتري ده وعايز اقدم. نعم. اول خطوه، اول حاجه ان انت مش عايز تدخل على جوجل وتحط بس لوتري، عشان هيطلع لك كذا ويب سايت هيقول لك ده المكان. كويس. ففي ويب سايت one website بس ان انت مفروض تدخل عليه. هو لو عايزين تكتبوها. أيوة. www.dvlottery.state.gov. هقولها تاني. dvlottery lottery .state.gov. yes. هو ده الويب سايت الوحيد اللي هو مفروض تدخل عليه وتملى الابليكيشن، وهيقول لك step by step ايه الانفورميشن اللي انت مفروض تانترت على الابليكيشن. طيب معلش انا هقول تاني الويب سايت. شكرا. اتفضل. www.dvlottery.state.gov. مظبوط. وابتدي يملى الابليكيشنز. الابليكيشنز هل فيها تعقيدات مثلا؟ فيها معلومات كتيره، ومهم جدا ان اي حد هيدخل يعمل ابليكيشن يخلوا باله ان كل المعلومات دي لازم تبقى مظبوطه. ليه؟ علشان لو في اي غلطات دي ممكن تحصل على مشكله بعد كده، لما الشخص ده لو اتقبل طبعا وكمل الاجراءات هيشوفوا مثلا الديت اوف بيرث مش مظبوط، او العنوان مش مظبوط، او مثلا انت نسيت تحط مثلا اولاد من اولادك نسيت. فمهم جدا ان انت تحط كل المعلومات كل مظبوطه. مظبوط. وبعدين الحاجة التانية إن لازم تعرفوا إن ما ينفعش شخص يعمل كذا أبليكيشن، يعني ما ينفعش إن واحد يدخل يعمل 3 أو 4 أبليكيشن عشان ينكريز بقى تشانسز إن هو يكسب اللوتري. أول ما هم يعرفوا إن أي حد عمل أكتر من واحد أبليكيشن هيكنسلوا عليه أي فرصة إن هو يقدم على اللوتري. أوكي. في نفس الوقت بيبقى إن لو في عيلة مثلا الجوز والزوجة بالضبط، ممكن إن هو يعمل أبليكيشن يحط اسمها، وهي برضو تملى أبليكيشن يحط يعني عندهم فرصتين بالضبط. فكل عيلة يعني. وبالنسبة للأولاد، الأولاد لازم يبقوا أقل من 21 سنة.
اقل من 21 سنه بالضبط ممكن يتحطوا في الابلكيشن از ديبندنت. لو في ولاد اكتر من 21 سنه لازم يملوا ابلكيشن. طيب انا بقول لحضرتك احنا لما قلنا نتكلم في الموضوع ده جات لنا اسئله كتيره وعن طريق الفيسبوك وعن طريق السوشيال ميديا وكده، فبكرر الاسئله دي تاني لحضرتك. يعني مثلا في ناس انا ساعه ما هقدم هيكون ابني عنده 20 سنه، نعم، فممكن ساعه ما يجي يختاروا يبقى 21 سنه. بالظبط. في حاجه اسمها الجراندفاذر كلوز. الجراندفاذر كلوز اتعمل علشان الموضوع ده. في ناس كتير طبعا بيقدموا ده على طريق مش بس اللوتري، على حاجات تانية برضو. لو الابلكيشن اتملت والابن او البنت عندها اقل من 21 سنه، ايوه، البرايورتي ديت بتتحط في الوقت ده. فحتى لو كمل 21 سنه he is still protected, he is grandfathered into the application. مزبوط. فدي القانون it's a protection لكل الاطفال علشان they are not excluded ويتسابوا في البلد. كويس قوي. الابلكيشن بيحتاج لصوره ان هو يعمل لها سكاننج، او مزبوط. بتبقى لازم يكون يعمل لها سكاننج، مظبوط، على الابلكيشن. أيوة. بيطلبوا ان في صوره معينه بحجم معين. اوكي، انا عارفه في بلاد كتيره بيبقى الصوره الباسبور بيبقى مختلف، بس هنا في كل الايجنسيز بتاع الجوفرمنت. أيوة. هما بيطلبوا ان الصوره يبقى 5 سنتي ب 5 سنتي او 2 انشز باي 2 انشز. أيوة. ولازم يبقى الباك جراوند وايت. ايوه، اوكي، ولازم السايز بتاعه يبقى من فوق الراس والكتف كمان بيبان. اوكي. لازم الحجم ده، اوكي، وده يتحط. لو واحده لابسه الحجاب مثلا برضو تخلي بالها ان الباك جراوند بتاعتها وايت، مش مثلا تبقى لابسه حجاب. أيوة. غامق وال الباك جراوند غامق. بالظبط. فلازم الصوره دي تبقى مظبوطه، صوره واحده هي هي بتبقى سكاند واپلودد. يس. في اوراق ثانيه غير الابلكيشن عشان يقدم بس اول تقديم؟ في eligibility requirement اللي هو لازم يبقى عنده ثانويه عامه. أيوة. يا اما عنده سنتين work experience، يعني experience في عمل في اي مجال. بس لازم يوري ان عنده يا اما الحاجتين دول، الهاي سكول ديبلوما او ال 2 year work experience. دي كويس. من اهم حاجات اللي هي في الريكوايرمنت. بس هل اوراق ثانيه مطلوبه ان هو يعمل لها سكاننج؟ مش وقتها. مش لو وقتها. هو بس هو الابلكيشن، اول ما يعمل الابلكيشن هيطلع له زي رقم، الرقم ده الكونفرميشن نمبر بتاعته. دي اهم من اي حاجه تانية عشان هو ده الرقم ان الكونفرميشن نمبر هو هيدخل بيها الويب سايت. يعرف بالظبط في هيدخل فيها في ماي 2018. شهر 5. أيوة. 2018 هيدخل، مش هيجي له ايميل، مش هيجي له جواب من. أيوة. السفاره. آه. مش هيجي له اي حاجه، هو لازم يدخل على الويب سايت. أيوة. نفس الويب سايت. أيوة. يحط الرقم، والرقم هيقول لك لو انت selected for further processing، مش معناته ان هو كسب اللوتري، معناته ان هو he is selected في اللوتري. ايوه، اوكي، وهو يكمل بقى الاجراءات الاوراق بتاعته. بالظبط. نسبه ان هو يكمل وياخد اللوتري لو كل المعلومات مظبوطه من الاول. أيوة. وعنده كل الدوكيومنتيشن لما يطلبوها من السفاره. كويس. اكتر من مره، يعني طبعا ناس كتيره بياخدوها. آه. بس لازم يتاكد من الاول قبل ما يملى الابلكيشن. احنا لاحظنا في الفتره الاخيره ان في نسبه كتيره من مصر بيجوا عن طريق ده. مظبوط. ده مظبوط. مش عارف يعني هل هم زودوا عدد الفيز اللي هي مثلا بلد زي مصر ولا البلاد التانية مفيش فيها تفاعل كتير فما بيقدموش؟ يمكن هي فكرة اللوتري بروجرام هي معمولة علشان تساعد كل البلد دي، إن مفيش مهاجرين كتيرة. فمصر عشان بلد كبيرة، أوكي، السنة اللي فاتت 3000 واحد خد اللوتري وجه هاجر على هنا. 3000 واحد. يعني مصر من أكبر الدول I think number 2 أو 3 ان هما بياخدوا الدايفرسيتي لوتري. فا اتس فيري جود طبعا كل البلاد دي، بس زي ما بقول لكم. طيب، لو انا بياخد اللوتري وسواء هو او مراته وبياخدوا العيله كلها بتاخد اللوتري، بياخد الاجراءات في ماي، بيعرف بالظبط امتى بقى يعني الاجراء اللي هو فعلا اللوتري الجرين كارد او مش جرين كارد الفيزا بياخدها. اوكي، فبعد مايو شهر 5 2018 بيقدم بقى فيها الاوراق اللي هي طالبينها للسفاره. أيوة. وهيعملوهم انترفيو، هيقعدوا في الانترفيو. الفتره دي بتبقى كم شهر؟ مثلا 3 4 شهور. أيوة. بين هم اختار. طالما انت بتجهز الورق على طول هيعملوا لك الانترفيو على طول. فهي يعني هي كلها بتبقى preparation. طيب احنا هنا في ناس كتير قاعدين في البلد هنا او ما عندهمش اوراق. نعم. يعني. وممكن يقدموا على اللوتري.
هي المشكله ان لو واحد هنا وكسر الفيزا بتاعته وقعد ما ينفعش ان هو يقدم على اللوتري عشان لو طلع من البلد مش هيعرف يرجع. خلينا اوضح بس النقطه دي. لو واحد جي على فيزا سياحه كويس. اوكي عنده 6 شهور عشان يقعد في البلد. لو عدى 6 شهور وقعد اوكي من غير اي ورق كويس. اوكي قعد 6 شهور تانيين بس اقل من سنه اوكي كده لو خرج من البلد هيمنعوه ان هو يرجع لمده 3 سنين. لو قعد اكتر من 6 شهور بسنه او اكتر هيمنعه ان هو يرجع لمده 10 سنين. ف ممكن يقدم على الدايفرسيتي. معلومه مهمه جدا يعني لو هو قعد اقل من سنه 3 سنين ما يدخلش. لو اكتر من سنه 10 سنين بالزبط. طيب هو لو جدد الفيزا 6 شهور احيانا الناس بتبقى قاعده 6 شهور وبيجي مثلا حضرتك بيقول لك انا عايز اجدد الفيزا بالزبط. فبتجددي له الفيزا مثلا قبلها بشهر بعد 5 شهور بيجدد الفيزا وبيبعد بس ما بردوش عليه في خلال 6 شهور فالوضع اللي هو مثلا بيرد عليه بعد 4 شهور بيكون هو اوريدي الفيزا انتهت يس مظبوط. ده وضعه بيبقى ازاي لو اوكي فهم عشان كده بيقول لك قبل 6 شهور يخلصوا يعني لازم تخلي اتليست 45 يوم قبل ما يخلصوا عشان تقدم. وفعلا زي ما حضرتك بتقول ان الرد ما بيجيش الا بعد 3-4 شهور بعديها كويس. لو جاله الابروفل هو هي از بروتكتد. لو جاله رفض ايوه اوكي معظم الوقت طبعا القانون بيقول لك ان انت قاعد يعني من يعني illegal انت كسرت الفيزا كويس. بس عشان انت قدمت في الوقت المظبوط you are protected في الشهور دول فما فيش اي consequence او ما فيش اي banning عليهم يعني علشان كده لو هو قدم هنا وهو عايش هنا وما عندوش اوراق صعب ان هو اللاتري يبقى صعب ان هو ياخده طبعا عشان لو هو مشي عشان هو هياخد اللاتري من بلده مش هياخدوها من يعني جوه حتى البلد. مثلا لو الزوجة هي قدمت وهي اللي كسبت وجوزها هو اللي كسر الفيزا برضه نفس الحكاية للأسف هي هتاخد البنفيت بس هو لا طبعا هو مش هياخد طبعا بس لو حد قعد هنا بالتأشيرة let's say student visa قعد بال F1 student visa دي مش مشكلة ممكن ان هو يقدم وهو هنا طالما هو legal ممكن يقدم اللوتري اوكي ولو جاله السلكشن لو هو لسه قاعد كويس. في البلد ممكن يعمل اللوتري بروسس من جوه امريكا لو قاعد ليجل قاعد على اي تاشيره يقدر يعمله من هنا مظبوط طيب خد الاوراق وجي على المطار هنا ومشي في اجراءات الجرين كارد ده اللي هو بعد 5 سنين يقدر ياخد الجنسيه مظبوط بيبقى نفس البروسس هل في الحكومه هنا مثلا هل الناس دي بتساعدهم في حاجه تانية ولا مجرد ان هو بياخد الجرين كارد وبيدخل هو البلد بقى يعمل اللي هو هو زي اي واحد بياخد جرين كارد طبعا في بروجرامز كتيره ممكن تساعد الناس اللي هم لسه جايين بس هو زي اي واحد بياخد جرين كارد من طرف العيله او من العمل او لجوء هي نفسها فلازم تستنى الوقت ده وطبعا كل الريكويرمنتس اللي اي جرين كارد يعني واحد بياخد الجرين كارد لازم يقعد في البلد ما ينفعش ان هو يدخل البلد بالورق بتاعته ياخد الكارت وبعدين يرجع بلده ويعيش يعيش هناك لازم يقعد هنا بقى يقعد يعني ينزل بلده امتى هو ممكن ينزل بلده في اي وقت يعني هو بيقول لك استنى شويه خد الكارت وكده لو انت عايز ترجع بلدك تزور ما فيش مشكله بس ما ينفعش تروح تعيش هناك ده عموما يعني ممكن يقعد قد ايه مثلا اقصى مده ما ينفعش ان انت تقعد اكتر من 6 شهور في اي رحله تعملها بره البلد ما ينفعش بالجرين كارد. بالجرين كارد 6 شهور ما ينفع اقل من 6 شهور اقل من 6 شهور طبعا طب واللي بيقعد اكتر من 6 شهور لو بيقعد اكتر من 6 شهور هيحصل له مشكله لما بيرجع اللي هم الضباط دول اللي هم قاعدين في المطار اللي هم بظراف جدا أيوه؟ لما اي واحد بيدخل البلد اول سؤال بيسالوه انت بقالك قد ايه برا البلد اوكي لو شاف الجرين كارد وعرف ان انت قعد اكتر من 6 شهور معناتها ان انت عندك بيت في مكان تاني مظبوط انت مش عايش في امريكا فعليك ان انت تثبت ان انت عندك تايز لامريكا عندك بيت عندك شغل عندك بتدفع ضرائب مخلص للبلد دي اول مره ممكن هم يعدوها اوكي ممكن المره التاني برضو يعدوها بس لو هم شافوا ان انت عايش برا البلد اكتر من اللي انت عايش كويس. جوه ممكن ليهم حق قانوني ان هم ياخدوا جرين كارد منك طيب في حاله مثلا هو بياخد يقدم على السيتيزنشيب او الجنسيه الست شهور لو محتاج لي يقعد وقت محدد مثلا او عدد زي في كندا يقول لي لازم يقعد كم يوم عشان ياخد الجنسيه في امريكا مختلف شويه الوضع بس لازم يقعد مثلا على الاقل
فترة معينة. مظبوط. في حاجتين لازم زي ما احنا بكلمنا اي رحلة في خمس ثلاث سيل جرين كارد مدة خمس سنين. كويس. في الخمس سنين دول لازم ان كل رحلة عملتها في خمس سنين دول مش اكتر من ست شهور. يعني على الابليكيشن نفسها بيقول لك انت مشيت من اليونايتد ستيتس امتى, رجعت من اليونايتد ستيتس امتى, وقعدت كم يوم برا البلد سنين. في الخمس سنين مفيش رحلة اكتر من ست شهور. لو واحد عنده ظروف ان خليته هو يقعد في مثلا هنقول مصر, ان هو قعد في مصر عشان كان عنده ظروف هناك, والده او والدته كانت تعبانه, يجيب ورق معاه يثبت ان هو ده السبب ان هو قعد هناك بالفتره دي. طيب في سؤال تاني, ان بالنسبه حضرتك انت عارفه انتشر الفتره الاخيره دي الاسايلم. نعم. الاسايلم لجوء. سواء لجوء سياسي ديني مش عارف ايه. نعم. بقى موجود وناس مقدمه ولسه ما فيش حاجة اتردت عليهم, او يعني خدوا مش عارف ورقة يعمل بيها سوشيال حاجة كلام يعني بسيط. هل دول من حقهم ان هم يقدموا على اللاتري؟ ممكن يعملوها. ليه؟ عشان الانتنشن هي يعني الواحد بيقدم على اللجوء بيقول ان هو عايز يعيش في امريكا. اللي بيقدم على اللاتري برضو بيقول ان هو عايز يعيش هنا. فدي مش مشكلة. بس المشكلة باللجوء ان برضو نفس الموضوع, ان انت بعد ما تعدي انت بتدخل بالتأشيرة. مزبوط. وبعدين بتقدم على اللجوء. اول مزبوط. ما تعدي الست شهور دول الاولين اوكي, ايوه انت قدمت اللجوء وانت ليك حق ان انت تقعد في البلد. بس انت ما عندكش ستاتس, هو ما فيش ستاتس بيندينج اسايلم, ما فيش اي حاجه. هي بس انت بروتكتد ومش هيرحلوك لبلدك علشان انت بتطلب اللجوء. بس غير كده انت ما عندكش ستاتس. لو مقدم على اللوتري وعنده فيزا اوريدي يعني تورست, نعم, خمس سنين او اي حاجه او الفيز دي يعني, هو بيقدم زي ما حضرتك قلت في 4 اكتوبر ل 7 نوفمبر 7 نوفمبر 4 اكتوبر ل 7 نوفمبر فقدم وساب الورقه يعني وكده. جه في شهر مثلا ابريل او ماي عنده زياره لامريكا او عايز يجي امريكا زياره مثلا شهر, يقعد شهر شهرين. نعم. هل ده يتعارض مع ده؟ لا مفيش مشكله. انت وهل لو راح ياخد فيزا ممكن يقولوا له انت مقدم على اللاتري ما ينفعش تاخد فيزا؟ طب احنا بنتكلم على حاجتين طبعا. كويس. اول حاجه ان انت لو انت بتعمل زيارات لامريكا دي مش مشكله, حتى لو انت هنا في وقت اللي هما بيختاروا او عامل سيلكشن, هو بس هيدخل على الويب سايت هيشوف ان هو هي واز سيلكتد ويكمل الاجراءات. بس طبعا هو لازم يرجع علشان يعمل طبعا الانترفيو ويكمل الحاجات دي. اوكي. بس لو واحد السؤال التاني لو هو لسه هيروح السفارة عشان يقدم فيزا. دي بقى مختلف على ليه؟ علشان انت دلوقتي داخل السفارة بتقول لهم انا راح الزيارة, لو شافوا ان انت بتعمل لوتري في نفس الوقت يقول لك طب لا انا عايز اقعد بعد كده, بس انا عايز اروح زياره هادي مهمه معينه وراجع تاني. يعني يعني هقول لك 90% مش هيدوا لك التاشيره. طيب. ده يعني في اي حاجه حضرتك عايزه مثلا تقوليها للساده المشاهدين بخصوص اللوتري, اي تحذيرات, اي تعليمات محدده؟ طبعا هي اكتر حاجه ان ما تدفعوش لاي حد عشان يعمل لك الابلكيشن. الموضوع سهل جدا, لازم بس الورق المظبوط وتدخل اونلاين. حتى ممكن تسال حد يساعدك على الابلكيشن, بس ما تدفعوش لاي حد يعني زي ما بيقول بالمصري وسطة, او يعني تدفع فلوس علشان حد يعمل لك الاوراق. الموضوع لو عايز محامي يساعدك اوكي ده مش مشكله, او حد توثق فيه اوكي ما فيش مشكله. بس ناس كتيره طبعا دفعوا فلوس كتيره جدا وفي الاخر ولا عملوا الابلكيشن, او الابلكيشن طلع مش مظبوط وكل المعلومات مش مظبوطه. فخلوا بالكم على الموضوع ده, وخلوا بالكم ان الورق كل قبل ما تعملوا الابليكيشن ميك شور انتوا تشوفوا كل الريكويرمنتس اللي هما طالبينها, وخلوا كل الفايل دي موجوده عشان لو حصل نصيب واختاروك عشان السيلكشن في مايو 2018 تكمل الاجراءات في الوقت المظبوط. يبقى زي ما حضراتكم شو يعني ده تقريبا كل حاجه عن موضوع اللاتري والجرين كارد, وان شاء الله يبقى بالتوفيق يعني كل اللي يقدم يعني ربنا يوفقه. في حاجة تانية. أيوة. كمان عايزة لو انت ما اختاروش النمبر بتاعتك في مايو, خلي النمرة بتاعتك لغاية سبتمبر 2018, عشان اللي بيحصل فيه ناس ما بيكملوش الاجراءات فبيعملوا لوتري تاني في سبتمبر 2018. فخلوا النمرة
دي مش او يعني او سبتمبر تو تشانسز ان عندك في مايو 2018 خلي النمره معاكم لو ما حصلش تو تشانسز عشان النتيجه تظهر لكن تو تشانس واحده عشان يقدم لا سيلكشن عشان اللي حصل بيسعى لان هما بيسلكت وفي ناس كتير ما بيكملوش او مثلا عملوا غلط او كانسلد او ان اليجيبل فيعملوا لوتري سيلكشن تاني سبتمبر يعني انت لو النتيجه ظهرت في ماي وما اختاركش ممكن يختاروك في سبتمبر مظبوط يعني الابلكيشن واحده بيختاروك في سبتمبر yes. ولكن التقديم الجديد دايما بيبقى في اكتوبر yeah. طيب هو سؤال يمكن خارج الموضوع ده تفتكر ان مع الرئيس ترامب وكده في اي تخوف او في ريسك انه ممكن اللوتري ده يلغي لا هو لغايه دلوقتي اللوتري بروجرام بقى لها سنين فهم يعني الرئيس ترامب مش هيغير موضوع هو بيحاول يغير في حاجات تانية اللي هي السكيورتي بتاع البلد أيوة. بس الفرص اللي هي بتاع اللوتري بروجرام هو يعني لسه لغايه دلوقتي احنا ما سمعناش اي حاجه انه هيغير طيب حضراتكم بخصوص موضوع الجرين كارد اللوتري وكده لو في اي اسئله عندكم او اي استفسارات ابعتوا لنا على الفيسبوك واحنا فورورد الكلام ده كله للدكتورة زيتون ان زيتون وهي بترد على حضراتكم على طول ولو عندكم اي استفسارات او اسئله او كده ممكن تتصلوا بينا وسائل الاتصال كتير عن طريق التليفون عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الويب سايت فتقدروا تتصلوا بينا والاسئله اللي عندكم كلها هننتقل لموضوع اخر وموضوع مهم جدا وهو الترافل بان ترافل بان في جديد نعم يعني ايه الجديد في الترافل بان وايه وما زالت الست دول اللي هم عليهم تحذيرات ولا زادوا ولا خلينا نتكلم في اول ترافل بان اولا الناس كتيره فاكرين ان الترافل بان ده قانون وعايز اقول لكم ان ده مش قانون ده اسمه اكزيكيوتيف اوردر معناتها ان الرئيس ليه حق ان هو يعمل اوردر او يعمل ديسيجن ايوه لو هو شايف ان ده مظبوط في الوقت ده هو كويس. بالنسبه لترامب لو انت طبعا اجري او ديسجري بس الموضوع ان هو شايف ان البلد محتاج سكيورتي او امن زياده يوقف شويه ده بالظبط فهو عايز يعني يعمل سكيورتي تشيك على كل الناس اللي هم داخلين كويس عملها بطريقه يعني ناس شايفين ان هي كانت صريحه اجريسيف شويه تو اجريسيف اند تو فاست وفي يناير 2017 لما طلع بالأول executive order طبعا كان في شوية لخبطة عشان البلاد اللي هو حطاهم الأول وبعدين ما كانش في direction فطبعا عندك الزباط اللي هما في المطار ما كانوش عارفين بالزبط هما مفروض يرحلوا مين فالناس اللي كان عندهم فيز كنسلوا الفيز الناس اللي هما كان بيقدموا في السفارة في البلاد كانوا في البلاد دول yes. في نعم. الست بلاد دول نعم نعم اوكي فحط طبعا البان دي على كل الناس حتى كان كويس. في ستوريز ان في جرين كارد هولدرز كمان من مثلا من ايران رحلوهم كمان يعني كان في لخبطه جامد في يناير مش فاهمينه يعني بالظبط هو كان اجريسيف زي ما حضرتك بس بتقول فلما هو طلع تاني في مارش ظبط الترافل بان شويه اوكي شال العراق من الليستة وبعدين العمل طبعا اللاجئين اللي هم جايين من سوريا he made it more flexible وقال لك ان الريفوجيز مثلا اللي هم جايين من سوريا طالما عندهم blood relative هنا اوكي مثلا كويس. يعني immediate relative هم they are allowed to come بس هيقعدوا 120 يوم vetting process يعني security check قبل ما يجوا كويس. فكان ممكن ان هم ياخدوا الريفوجي ستاتس بس كانوا لازم يستنوا 120 يوم علشان يجوا عشان بس ياكدوا ياكد سكيورتي ايوه نعم فغير شويه يعني it made it a little bit more acceptable ان هو عمل الترافل بان ده طبعا في ناس كتيره كانوا لسه زعلانين قالوا ان it's discrimination وان هركز على بلد معينه ودي مش صح طلع في شهر 6 عمل ريفيجن تاني وزود عليهم فنزويلا ونورث كوريا اوكي دول بلاد تو اذر كونتريز وقال برضو ان وايز عايز اقول في الاول ليه هو عمل ترافل هي كويس. احنا قلنا ان هي ليها دعوه بالامن البلد والسكيورتي تشيك بس هي اكتر من كده كمان الرئيس ترامب بيقول ان كل البلاد اللي هو اختارهم هو دول البلاد اللي هم مش عايزين يبقى cooperating مع United States لما بتيجي على المعلومات الناس اللي هم داخلين
بمعنى ان مثلا الناس اللي هم الباسبورت انفورميشن لو اي حد بيقدم على فيزا مفروض ان البلد ده يقول يعمل باك جراوند تشيك يشوف لو عمل اي كريمنال اكتيفيتي في البلد بتاعته قبل ما هو يدي الفرصة ان هو يجي البلد. طبعا البلاد دول هو بيقول ان ما عملوش كوبريشن معاهم خالص وخصوصا طبعا فنزويلا ونورث كوريا. احنا سمعنا عن كده يعني اللي هم يعني الإدارة الأمريكية او النظام الأمريكي له نظام معين حتى في البلاد خارج أمريكا يعني له طريقة تفتيش معينة سكيورتي أجهزة محددة فهم يمكن رفضوا ان هم يتبعوا التعليمات الأمريكية هم بيشتغلوا بالنظام اللي عندهم. يا مظبوط وكل واحد فاكر ان طبعا أمريكا يعني بيفتح الباب لكل الناس بس اللي بيحصل ان هي الايام دي مختلفة عن زمان يعني احنا دلوقتي عندنا التيروريزم والكلام طبعا ده فاليونايتد ستيتس بيحاولوا ان هم يأكدوا ان اي واحد بيقدم على اي فيزا immigrant او non immigrant فيزا ان هم يعملوا security background check زي اي بلد بيعمل مش احنا بس يعني كل البلاد بيعملوا كده بيتأكدوا بس بالناس اللي هم داخلين. واعتقد ان الموضوع ده يعني مفروض ما يضرش اي حد يعني ده حاجة كويسة. أنا دلوقتي بلدي لو جاي لي ضيف أنا بحدد الضيف ده لما يجي لازم يعني أعمل له سكرينينج إزاي نعم. الطريقة اللي أنا شايفها صح نعم. فهو في أمريكا شايف أنه له طريقة معينة فالبلاد دي ما اتبعتش الطريقة دي بالضبط يعني هم في guidelines وهم مش راضين ان هم يعملوا guidelines وطبعا ناس كتيرة فاكرين ان هي this is a punishment okay. بس هو الرئيس بيقول في statement بتاعته ان طالما البلاد دول they are cooperating ويغيروا السيستم بتاعتهم كويس. هيشيل هو البان دي خالص مش قانون هو مجرد executive order لغاية ما هم يكوبريت مع يونايتد ستيتس. وهل الترافل بان هو بقى 6 شهور نعم وبعد 6 شهور دي يعني بيجدد اوتوماتيك ولا ممكن ما يجددش بعد 6 شهور؟ ما هو دلوقتي اي ترافل بان هو بيعملها بيدخل المحكمه عشان عندك جروبس كتيره ضد الاكزيكتيف اوردر بتاعته فدخلت المحكمه. اكشلي في اخر اكتوبر كان المفروض السوبريم كورت يسمع الترافل باند اللي هي كانت في مارتش بس اللي حصل ان لما هو زود فنزويلا الاول كانوا بيقولوا ان الترافل باند ده ضد المسلمين وده كان مخصوص عشان زود فنزويلا ونورث كوريا بالظبط لما زود الاثنين بقى الارجيومنت مختلف فالسوبريم كورت قال ان هم هيستنوا لغايه ما التو سايدز بقى ديسايد ده يعتبر الابديت بالنسبه للترافل باند. الترافل باند في الدي اي سي اي يا داكا program. داكا بروجرام ده يعني موضوع برضو احنا ايه معلوماتنا عنه ضعيفة شوية. في ناس كتير عملوا هي اسمها deferred action for childhood arrivals. كويس. في 2012 الرئيس اوباما طلع ببروجرام برضو مش قانون ده كان executive order للناس اللي هم الاطفال اللي هم دخلوا مع الفاميلي بتاعتهم البيرنتس بتاعتهم كانوا صغيرين طبعا مش عارفين ودخلوا يا اما دخلوا من غير فيز اللي هم مثلا دخلوا من المكسيك يا اما الناس اللي هم برضو دخلوا بالتاشيره بس يعني اوفر ستيت قعدوا كسروا الفيزا بتاعتهم. فالرئيس اوباما كان عايز يساعد الاطفال دول فقال في 2012 لو في 2012 لو الطفل ده اقل من 31 سنة ساعتها أيوة. ودخل قبل ما هو كمل 16 سنة أيوة أوكي يبقى هو ليه حق إن هو يقدم على الداكا بروجرام. إيه هو بقى الداكا بروجرام؟ أيوة. إن دي كانت protection deferred action معناتها إن هو مش هيعملوا له deportation طالما يثبت الحاجتين دول وكمان إن هو حاول إن هو يعني يبتر himself دخل الهاي سكول دخل الكوليج دخل الارمي حاول ان هو يبقى part of society here اقل من 31 سنة ودخل البلد دي قبل سن 16 سنة بالضبط كويس وكان لازم يبقى عايش هنا في امريكا ويثبت ان هو كان عايش هنا كويس. فكان في الكريتيريا ده مكتوب في البروجرام ايوه وطالما يبان ان هو كان عنده هاي سكول دبلوما او عمل GED اوكي الواحد ممكن كويس تيك ادفانتج ياخد ورك اوثورايزيشن يقعد في البلد قانوني فالبروجرام كان فيري جود. المشكله لما هي طلعت في 2012 ان ما كناش عارفين
ايه اللي هيحصل بعد البروجرام ده يخلص؟ ما هي كانت في مده معينه بس ما كانش في يعني كواحده يعني عارفه القانون وكده. انا خفت طبعا على الكلاينتس بتوعي عشان هم دخلوا البروجرام وبعدين قلت لو البروجرام ده وقفت هيحصل ايه بقى للناس دول؟ وفعلا ده اللي حصل وعرفوا عنهم. يا بالظبط هم كلهم في السيستم والسوشيال سيكيورتي بتاعتهم وكل هاي العيله بتاعتهم كلهم في السيستم. فالداكا بروجرام اتلغى برضو من ترامب ادمنستريشن علشان هم كانوا حاسين ان البروجرام ده مش من حق بريزيدنت اوباما ان هو يعمل بروجرام زي دي من غير اذن الكونغرس. فاتلغى برضو فاتلغى اوكي. فكل طبعا كل الناس دول خافوا ان الاميجريشن هيجي. لا بس اللي قدم خلاص يعني خد ايوه بس من لمده مده محدده هي بتبقى مده لسنتين وبعدين لازم تتجدد تاني. ف لسه في اكتوبر قال لك ان لو الداكا بروجرام الاكسبيريشن بتاعه قبل مارس 2018 ممكن ان انت تعمل رينيوال. اكشوال رينيوال ات كلوزد النهارده دي كانت اخر يوم اكتوبر اخر يوم النهارده ان انت تعمل رينيوال. لو انت الاكسبيريشن بتاعتك بعد مارس 2018 مش من حقك ان انت تعمل رينيوال. وقف البروجرام وقف الرينيوال كويس. ايه الحل بقى دلوقتي؟ بيفكروا على بروجرام جديد. لسه النهارده طلعوا اخبار ان عايزين يساعدوا نفس الناس اللي هم في البروجرام بس هيساعدوهم بطريقه ثانيه. واتس ا فيري جود بروجرام بس احنا لسه مش عارفين فور شور ان هم عايزين يدوهم الجرين كارد. مش امنستي بس عايزين طريقه ان هم هيدوهم للمجموعه دي بس الفئه دي يعني. بالظبط اللي هم الاطفال اللي هم دخلوا لحد 31 بالظبط ممكن يبقى مختلف احنا لسه مش عارفين كل المعلومات لسه بس قالوا ان هم ممكن يدوهم الجرين كارد وفيما بعد. بس هي دي النقطه ان هيستنوا 15 سنه عشان ياخدوا الجنسيه كويس. فدي طبعا في ناس يعني مبسوطين بيها وفي ناس طبعا فاكرين ان دي برضو يعني وقت طويل. والناس اللي هم يعني خدوا وممكن يبقى اكسبايرد او في مارش بعد كده ما فيش رينيول او ما عملش رينيول هل دول في عليهم يعني خوف او ريسك ان طبعا هو يحصل؟ عشان هم ستارس هم اصلا من الاول هم ما عندهمش ستارس وبعدين ليهم ستارس وبعدين دلوقتي ما عندهمش ستارس واللي متجوز وعنده اولاد فطبعا يعني من حقهم يعني ان هم يبقوا خايفين ان ممكن يحصل حاجه يحصل لهم. في طريقه معينه ان هم يقدروا يبقوا قاعدين يعني مستقرين؟ احنا ما هي البروجرام ما احنا كمحامين في المحامين كتير اميجريشن بنحاول ان احنا يعني نشتغل مع الاميجريشن اوفيسرز. انت عارف في الاورجنايزيشن في اورجنايزيشن اللي بتتعامل مباشره مع الجوفرمنت بالظبط. احنا يعني اكبر صوت في البلد اللي هم الامريكان اميجريشن لوير اسوسيشن. انا من يعني ام بارت اوف الاورجنايزيشن واحنا بنحاول نساعد نشوف سولوشن يعني هنعمل ايه للناس دول اللي هم داخلين. بس الحكومه قالت الاميجريشن قالت ان هم مش هيدوروا على الناس دول دلوقتي حاليا هم بيدوروا على الناس اللي هم بيعملوا جرائم هنا في البلد. ايوه لو تسمع على ام اس 13 الجانجز من السلفادور الناس اللي هم اللي فعلا بيعمل جريمه وهو قاعد الليجل هو ده اللي بيحاول يجيبه طبعا هو ده الاكتر برايورتي عندهم مش الناس اللي هم شغالين او طب والناس اللي شغالين وكده برضو عندوش اوراق ممكن برضو يحصل معاهم مشكله ممكن يحصل ديبورتيشن يعني ده بالظبط بالظبط بس هو لازم يعني لو حصل معاهم مشكله لازم يكلم مع محامي يشوف لو في طريقه ممكن يبقى في طريقه تانية ان هو يقدم بيها بس لازم يكلم مع حد دلوقتي قبل محامي. ما يبقى طبعا. طب عايز اقول لحضرتك حاجه لما هو مسافر مثلا في بتفسح مثلا في ولايه يعني فلوريدا في كده حصل حاجه زي كده نعم ف واتمسك مثلا الاميجريشن حطوه في مكان علشان ما يعني مش سجن ما اعتقدش ان هو عندهم سجن بيبقى عندهم اماكن هو ديتنشن سنتر بس هي في الاخر بتبقى السجن. فهل يعني بيسمحوا له ان هو يتصل بمحامي او يتصل بالناس او كده او يا هو طبعا حسب المكان اللي انت دخلت منه يعني مثلا تكساس لسه جالي مكالمه من تكساس هناك بيبقى صعب جدا ان الشخص ده يعمل اي مكالمات مثلا في نيويورك عندنا اسكس كاونتي لو انت دخلت برضو النيويورك ايربورت بيرحلوك على الديتنشن سنتر وتقعد هناك وبعدين ليه حق ان انت الاوفيسر بيبقى بيتصل باللوير مثلا يا بيكلم او اللوير بيروح يعني مثلا انا بروح ازور
الجيل وبكلم معهم واشوف بالضبط هما ممكن يعمل بيل ولا هيعملوها لو حضرتك بس لو حضرتك عرفتي. لكن انت لو ما تعرفيش زيارات كده دايما راندم مثلا بحيث ان يشوفوا فيه اي حاجه؟ لا انا ما اقدرش يعني مثلا ادخل بس يوجوالي العيله مثلا حد من العيله بيكلموني بيقول لي مثلا حد اتمسك في المطار فبعرف على طول هما بيروحوا في اي مكان. كويس بس بس عموما هم يعني هم كويسين ان هم بيدوا مثلا فرصه تعمل كريدت وتكلم اي حد انت عايزه. دي معلومات قيمه جدا يعني. وسؤال تاني كان برضو كان بخصوص الفيزا، لو واحد بيدعو حد من اهله اخوه اخته قرايبه انفيتيشن، مجرد هو مش عايز يعيش هنا برضو عايز يجي هنا يقعد اسبوعين ثلاثه يشوفه ويقعدوا معاهم، يعني هل في طريقه افضل من هو يروح هناك ويجيب الاوراق ان هو عنده حساب البنك وحساب مش عارف هل في طريقه مثلا ان هو يبعت له انفيتيشن بطريقه معينه سيكيورد ان الراجل ده جاي يقعد 3 اسابيع او شهر وراجع؟ انا بيجي لي السؤال ده كتير للاسف. طبعا الفيزيتور فيزا دي من اكتر الفيز اللي هي اتس نوت مش صعبه هي بس ما فيش جارنتي عشان انت دلوقتي بتدخل السفاره بتطلب منهم ان انت عايز تزور امريكا فليهم حق ان هم يشوفوا ليه انت عايز تروح تزور مزبوط. وكمان ايه التايز اللي انت عندك في بلدك اللي انت حضرتك بتكلم عليه هو الدعوه الناس كتير عارفينه وانا بعملها في المكتب الدعوه دي بتساعد البروسيس شويه كويس. ان انت دلوقتي لما بتدخل السفاره وتقول انا عندي فلان قاعد في امريكا وانا هقعد معاه لمده مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع وهرجع بلدي فدي بتساعد. وفي نفس الوقت الشخص اللي عايز يجي يزور لازم يثبت ان هو عنده حاجه يرجع لها فلو مثلا هو شغال هناك حتى لو هو جاي زياره ياخد جواب من شغله بيقول ان هو واخد اجازه رسمي من الشغل لمده اسبوعين وهيرجع. الحاجه الثانيه ان انت لازم تثبت الوقت كويس. طيب دلوقتي حضرتك اللي بخصوص معلش ارجع تاني بس للموضوع بتاع اللاتري لو واحد خد اللاتري وبعدين جه هنا وقعد شويه وبعدين رجع وقعد سنتين بيسقط الجرين كارد بيروح؟ لا مش على طول كده. لو زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت لو رجعت انت خدت الجرين كارد اوكي ورجعت بلدك لو قعدت اكتر من 6 شهور اوكي في زي بيقولوا presumption ان انت مش عايز الجرين كارد فعليك ان انت تثبت ان انت كان عندك ظروف في بلدك ورجعت عندك عايش هنا في امريكا. لو هو قعد سنتين اوكي معناتها ان هو عايش في مكان تاني. صحيح. ايه اللي هيحصل ان انت هتروح المحكمه وهتحاول تقنع الجدج ان انت فعلا عايش في امريكا ودي طبعا بيبقى طيب صعب. هل مطلوب في سواء اللاتري او اي جرين كارد او حاجه افيديفيت اوف سبورت من حد عايش في امريكا يعني حد في امريكا يكون عايش يضمن الشخص اللي جاي اللي هو اللاتري؟ ايوه. لا اللاتري ملهوش دعوه ملهوش دعوه. الافيديفيت اوف سبورت دي بتبقى يا اما حد مثلا عامل سبونسرشيب من الفاميلي لازم الافيديفيت اوف سبورت او لو هو داخل عشان تاشيره سياحه يبقى مش افيديفيت اوف سبورت بس يعني بيبقى في حد بيقول في الجواب الدعوه دي ان هو هيبقى مسؤول عليه فاينانشال. طب هل فعلا لو حصل اي حاجه من الشخص ده بيرجعوا اللي هو ماضي على الافيديفيت اوف سبورت وبيرجعوا له ولا لو اي واحد بيقدم على اي immigrant فيزا وفي واحد عامل افيديفيت اوف سبورت في حته في الابلكيشن بيقول ان هو مسؤول على الشخص ده لو قدر الله مثلا اي حد دخل المستشفى وجاله بيل اللي هو مضى على الافيديفيت اوف سبورت هو مسؤول قانوني على البيلز. تمام. ده النهارده كورس ثقيل دسم بيعوضنا عن الفتره اللي حضرتك بعدتي عننا فيها كلها. يا رب انا بشكرك بس الناس حاولنا احنا ما خدناش مكالمات علشان ناخد من حضرتك معلومات اكتر ان شاء الله. في المره الجايه هيكون عندنا مكالمات والاسئله بتاعت الناس بس توعدينا ان مارك مش هياخدك مننا كتير بقى يعني انا على كده مش قادر اقول يعني ان انا يعني اكيد انا هشوفك تاني هو اهم حاجه والولاد اهم حاجه
وان شاء الله يكون كده يعني تنبسطي بيهم وتستمتعي بيهم وهم يستمتعوا بيكي. الله يخليك. دي اهم من اي حاجه طبعا. بس برضه تشرفينا في الجسر. اكيد. وانا هنا موجوده الجسر. لو اي حد محتاج. انا بشكرك حضرتك الدكتوره ان زيتون، ويكون لنا معاه لقاءات ولقاءات اخرى، وبشكركم. خليكم معنا، وفقره هامه جدا الفقره القادمه مع السادة الدكاترة المسؤولين عن جمعية الإيجيبشن أمريكان سوسايتي، وعندهم احتفال هام جدا يمكن يوم الأحد مع الدكتور مجدي يعقوب. ابقوا معنا.